Recording. السلام عليكم. هاي بدأنا التسجيل. Started we started the recording. بدأنا التسجيل. راح نبدأ الآن إن شاء الله في شرح مثل ما حكينا لكم بشكل سريع. راح أشرح لكم الـ value type والـ reference type. راح نأخذهم بشكل مفصل وتفصيل إن شاء الله تفاصيل. هلا لما نعرف integer count مثلا متغير اسمه count وعطينا قيمة 7. فبنحكي الآن الـ count إله value إله قيمة. قيمة 7. أوكي. قيمته 7 فبالتالي انه هذا المتغير له قيمه وهي 7 وهي من نوع انتجر. القيمه هاي تتغير. في عندنا نوع اخر بنسميه ريفرنس تايب. ريفرنس هو مؤشر. مثلا زي ما نمشي اوبجكت اذا بتتذكروا راح افرجيكم بعد شوي راح افرجيكم كيف بالسلايدز كنا احنا كيف في عندنا ريفرنس في عندنا ريفرنس فبنسميها ريفرنس تايب. ريفرنس تايب مثلا عندي ماي جريد بوك من نوع جريد بوك الكلاس اللي اسمه جريد بوك فبنحكي ماي جريد بوك هي ايش هي ريفرنس ماي جريد بوك هي ريفرنس على جريد بوك اوبجكت على جريد بوك اوبجكت على جريد بوك اوبجكت اوكي فبنسميها ريفرنس فبالتالي ايش تحت القيمه هاي راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل يمكن 5 ان شاء الله اكثر راح نمر عليها بالتفصيل سريعا بس افرجيكم اياها يعني على اساس تاخذوها راح ننتقل على موضوع اللي اسمه الكونستراكتور وموضوع مهم صحيح حلو بسم الله الرحمن الرحيم افرجيكم في الباوربوينت تتذكر ما كنا نعمل كرييت لاوبجكت مثلا زي سي 1 كنا سي 1 نحكي هو ريفرنس من كلاس 2 هي من نوع 2 فاذا حكينا ايش سي 1 سي 1 عباره عن اوبجكت وريفرنس لا اوبجكت سي 1 هو ريفرنس لاوبجكت من كلاس 2 سي 1 هو ريفرنس لاوبجكت من كلاس 2 حكينا بما انه ريفرنس فبالتالي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتوي عليها كلاس 2 يحتوي على جميع المعلومات بينما كان عندنا متغير مثلا زي سي ان هون من نوع سترينج فقلنا سي ان قيمته اعطانا قيمه داتابيس فقلنا الفاليو له داتابيس فاذا هذا ريفرنس وهذا ايش وهذا هون ايش هون عندنا ايش عندنا فاليو فاذا بنسميه ريفرنس في عندنا شيء اسمه كول باي فاليو كول باي ريفرنس راح ناخذهم لقدام في الميثود ان شاء الله لما سوري تشابتر ممكن 7 الميثود فراح ناخذهم ان شاء الله لقدام ونشرحهم بالتفصيل هاي الاشياء لكن مبدئيا اذا عرفنا متغير بنحكي هذا ريفرنس واذا ما عرفنا المتغير واعطيناه قيمة طبعا سوري إذا عرفنا المتغير واعطيناه قيمة فهي value وإذا كان عندنا constructor هنا أو سوري الobject هنا هو عبارة عن reference لobject من class فC1 هو عبارة عن reference لobject من إيش من class اسمه class 2 class 2 class 2 في عندنا مثال نروح على السي شارب يعني هلا لما نعرف هون integer x خلينا نعرف هون متغير integer x تساوي 10 فلو سألتني إيش x أحكي لك x عبارة عن إيش متغير طب 10 هي الفاليو فبنقول الفاليو للمتغير x 10 فإذا هذا الإيش الفاليو تايب هاي فاليو بينما my object هو reference لا object من class الكلمة هاي my object هو reference لا object من class b من class b reference لا class b شفناها قبل شوي ولها فروقات واشياء راح توضح معانا مثل ما حكيت لكم في الميثود كولينج في الميثود كول ريفرنس هو مؤشر فاي شيء بصير تغييرات يعني بتصير تغييرات يعني هلا لما الريفرنس الفكره فيه انه اي شيء بتغير مثلا غيرنا هون ضفنا ميثود ضفنا اي شيء غيرنا فالماي اوبجكت هو بتاثر بالتغييرات اللي راح تتم هون لانه هو ماي اوبجكت هو ريفرنس لاوبجكت من كلاس بي من كلاس بي من كلاس بي فاي تغييرات على كلاس بي راح يتاثر فيها الريفرنس اللي هو الماي اوبجكت مش كثير يعني دققوا على الموضوع يعني شغله بسيطه اذا هذا فاليو وهذا ريفرنس راح توضح الامور اللي قدام ان شاء الله نشطب هذا الكلام ونبسط الامور خليها نشرح لكم موضوع مهم وبسيط وحلو اللي هو الكونستراكتور initializing object with constructor okay خلينا نشوف بس بعض المعلومات بحكي لك each class can provide a constructor بيقدر يزود في constructor بيكون في موجود constructor كل class that can be used يستخدم عادة لعملية الinitialization شو يعني initialize إعطاء قيم an object initializing the object of a class when
the object is created. ماذا بتم عملية initializing؟ بعمل initialize an object of class. بعمل initialize the object of the class when the object is created. طيب. ف C sharp requires constructor call for every object that's created. يعني كل class عادة بدك تنشئ كل اوبجكت اللي بدك تنشئه بده يتم استدعاء لكونستراكتور، بده يتم استدعاء للكونستراكتور طبعا من خلال ذا نيو. هاي نقطة مهمة الستيتمنت هاي. بحكي لك ذا نيو اوبريتور كولز، ذا نيو اوبريتور كولز ذا كلاس از كونستراكتور، ذا كلاس از كونستراكتور. النيو بتستدعي لايش؟ النيو بتقوم بعملية استدعاء. يعني نرجع على المثال اللي قبل شوي، بس خلينا عشان ما تكونش الامور فقط. هلا لما نعمل كلاس بي زي قبل شوي، كلاس بي ماي اوبجكت، نقدر ننشئ الاوبجكت على مرحلتين. هلا بنعمل ماي او كلاس بي ماي اوبجكت، اوكي كلاس بي ماي اوبجكت. الان بالطريقه هاي بنقدر الان نحكي ماي اوبجكت تساوي نيو، اوكي من كلاس بي. حكينا سألتني شو هاي ماي اوبجكت، نقول هي ريفرنس، هي مؤشر من نوع كلاس بي. هون بيقوم بعملية كرييتنج للاوبجكت. لنيو هاي كيورد تستدعى. طبعا نفس هذا الكود يمكن كتابته بلاين واحد اللي اخذناه من قبل، بس هذا تفصيل اكثر اللي هي كالاتي. هنا class name الـ object name equal new class، أو يكتب على خطوتين، نقدر نكتب خطوتين نقول class B في عنده my object، الـ my object هو new من class B، فبالتالي هم بيقوم بعملية creating للـ object، وهي بنسميها عملية references. بصير نكتب هاي الجملة أو هاي الجملة my object 2 مثلا، خلينا نسميها بدناش نضللها. ثنتين صحيحات، هاي الجملة اللي create object صحيحة، وهي الجملة اللي creating an object صحيحة. طيب فبحكي لك the new operator calls the class's constructor. Okay, to perform the initialization. عشان نقوم بعملية initialization. Okay. الآن في عنا constructor. طبعا راح نشوف هذا. The empty parentheses. The empty parentheses يعني إذا ما كانوا بيناتهم أي شيء. لما نحكي new هون المقصود فيها. خلينا نشطب هاي عشان تكون أمورنا بسيطة وسهلة، بالناش يصير عندكم أي لخبطة. هلأ new بعدين حطينا بين البارنثيسيز هون empty parentheses، البارنثيسيز فارغات ما فيهم شيء. هل كتبنا هون قيم أي شيء؟ لا. أوكي هذا المقصود في empty parentheses. The empty parentheses after new بعد new هذول اللي هو indicate a call without argument، بنسميه without argument، without argument to the class constructor without argument. The compiler provide public default constructor with no parameters. إذا في عنا إشي اسمه default constructor with no parameters in the class that does not explicitly define a constructor. So every class has a constructor. يعني بحكي لك في حال أنت ما عرفت الكونستراكتور بيتم إيش الكومبايلر بيقوم بعملية create لكونستراكتور by default، create لكونستراكتور by default. طيب شو الكونستراكتور؟ خلينا نشوف هنا نتعرف على الكونستراكتور، نتعرف على الكونستراكتور أكثر هون. طبعا لما ننشئ كونستراكتور هاي بدنا نحكي عن التفاصيل و declaring الكونستراكتور. في عندك rules. أول قاعدة a constructor must have the same name as its class. طيب هاي أول قاعدة، إذا يجب على أن يحتوي نفس اسم الكلاس. مثلا أنا عندي كلاس بي بدي أنشئ له constructor، شو اسمه؟ قبل شوي الملاحظة شو كانت تحكينا؟ must have the same name of the class. إذا كلاس بي فاسم الكونستراكتور أكيد كلاس بي، والكونستراكتور له parentheses كأوبجكت كميثود، البارنثيسيز هذول حتى يدل انه كونستراكتور. اذا must have the same name of the class، هذا استدعاء الكود، هذا define للكونستراكتور. هاي اول قاعده مشينا عليها. Like a method، مثل الميثود، a constructor specifies in its parameter list the data it requires to perform its task. يعني
فمن خلال الباراميتر ليست، فإذا في بينهم constructor like the method في باراميتر ليست، في مثلا ممكن يحط متغيرات integer x فاصلة integer y فاصلة string z، ما عندك مشكلة، ما في أي مشكلة. إذا في باراميتر ليست، فبالتالي parentheses بحالين هنا like a method في باراميتر ليست. إذا constructor specify specifies in its parameter list the data it requires to perform a task. في مهم. Okay. When you use the new to create an object, you place this data. Okay. إلى آخره. Constructor does not specify. هاي مهمة نقطة. Unlike a method. يعني على عكس ال method. Constructor does not specify type. Not even avoid. ممنوع أو ما بصير أو لا يجوز وضع. يعني ممكن نكتب هيك public. Okay. Class. هلا أعطيكم تعريف لميثود هون. Public. قبل شوي كان بنكتبها. Void. مثلا display. لا. الميثود. الكونستراكتور نفس الشيء بس public هي public. نقدر نوضع. لأن void هون ما بصير ممنوع. Unlike the method void you cannot. شفت؟ طب ممكن نكتب كلمة مثلا integer. You cannot. ممنوع توضع أي نوع تحدد النوع retained value قيمة الراجعة تحديد القيمة الراجعة. إذا unlike the method a constructor does not specify a return type. Not even void. ما بصير حتى void. Okay. طبعا هذا الكونستراكتور. مرة ثانية نرجع. إذا display message مثلا console.write line مثلا welcome. فإذا عملنا welcome display message بيطبع welcome. نفس الشيء constructor تقدر تحدد فيه message معين، مثلا ممكن console.write line بدنا نوضع فيه مثلا object was created. Okay, object was created. في عبارة object was created. نركز مع بعض. بدنا نعرف constructor للclass B. اسمه يجب أن يكون اسم الكلاس. لا يجوز أن تضع void أو integer أو أي شيء. فإذا بنحدده كالآتي public وبنوضع class B. طيب داخل constructor توضع أي عبارة أو أي جملة أو أي شيء. عادة يستخدم لإعطاء قيم ابتدائية للمتغيرات. بعمل initializing للobject. بعمل initializing للobjects. الكلمة created. طب متى يستدعى الconstructor؟ كيف نستدعيه؟ هل مثلا تيجي تحكي كالآتي؟ ها خلينا نشوف. هلا كيف بنستدعي display؟ display بنستدعيها بنحكي my object dot اسم المثل display. طب الconstructor my object dot dot هل في عندك ظاهر class B؟ مش ظاهر class B. طب ليش مش ظاهر class B؟ ليش؟ لأنه يتم استدعاء الكونستراكتور بشكل تلقائي. هل هون لاحظ؟ خلينا نرتب أمور الكود. إذا عندي أنا class B وهذا اللي class B إيش؟ class B في عنده constructor، في عنده متغير instance variable. Instance variable or instance variable هذا المتغيرات متغير، في عنا method وفي عنا اللي مهم والشيء الجديد طرفنا عليه constructor. مواصفات constructor public، بعدين ما بنوضع لا void ولا integer ولا أي شيء، بنسميها القيمة الراجعة retained value. نحدد اسم الكلاس، اسم الكونستراكتور نفس اسم الكلاس بالضبط، ممنوع يختلف، هذا نفس الاسم. والكود هنا لك الحرية أن تضع أي كود يتناسب مع طبيعة البرنامج. أوكي أنا وضعت عبارة object was created هون بس أنشأت object. طيب شو اللي بصير بس تنشئ object؟ لو أنشأنا بس object أول ما تمرن مباشرة، خلينا نعملكم إياها F11. أوكي أول ما تمرن مباشرة بروح على creating على المين، والمين بوجد داخله إيش؟ في عملية create لأ object.
لما بوجد عملية كرييت لأوبجكت مباشرة ينتقل من كرييت لأوبجكت لعند الكونستراكتور. إذا بلش عند المين، بعدين في كرييت اوبجكت مباشره بنتقل الكونستراكتور، لانه لما تعمل كرييت لاوبجكت هو يقوم باستدعاء بشكل مباشر الكونستراكتور. راح استدعاء يعني بابليك كلاس بي، اطبع بنفذ طبعا. فلو حكيت لك سالتك شو بطبع هذا البرنامج، بطبع عباره اوبجكت واز كرييتد. الدليل اوبجكت واز كرييتد. ليش؟ طب انا ما استدعيت الكونستراكتور، الكونستراكتور لا يتم استدعائه، الكونستراكتور لا يتم استدعائه، بل يستدعى بشكل تلقائي عند عملية إنشاء أوبجكت. طيب هاي سوري أندو، هاي عندي أوبجكت أوكي، وهاي بدي أنشئ أوبجكت آخر بس ما بصير أكيد نفس الاسم، خلينا نسميه أوبجكت 2. مين بيحكي لنا شو راح يطلع عندي الأوتبوت؟ راح يطلع عندي الأوتبوت راح يطبع إيش؟ عبارة أوبجكت واز كرييتد مرتين. شوف طب ليش object was created مرتين؟ لأنه في عندك two constructors sorry two objects. الأوبجكت الأول راح constructor بيطبع لك، الأوبجكت الثاني كمان راح يستدعي الكونستراكتور، لأنه لما when you create an object the constructor will be called، الكونستراكتور يتم استدعائه. مين اللي بيستدعيه؟ the compiler will call the constructor. طيب كمان لو نعمل object ثالث اسمه object 3 راح يطبع لك او قوم بتنفيذ الكونستراكتور ثلاث مرات، مره للاوبجكت الاول خلينا نسميه اوبجكت 1، مره للاوبجكت الثاني، ومره للاوبجكت الثالث. فاذا الكونستراكتور يتم استدعائه 3 times call for the constructor implicitly okay by the compiler. الكومبايلر هو بيقوم عمليه الاستدعاء، الكومبايلر يقوم بعمليه استدعاء الكونستراكتور. فنعمل run، راح نجد ايش؟ راح نجد انه الكونستراكتور object was created object was created object was created 3 times. فهذا درس بسيط وحلو ولطيف عن الكونستراكتور. عرفنا شو الكونستراكتور؟ هذا هو الكونستراكتور. كونستراكتور بكل بساطه. طبعا ممكن انا اوضع داخل الكونستراكتور كود نعمل initializing، نعطي قيم ابتدائيه ل x تساوي 100. لنفرض انه انا بدي كل object اول ما انشئ منه object، اول ما انشئ منه كل object اول ما انشئه يكون عنده قيمة x 100. كيف بدك تضمن؟ بالطريقة هاي. طيب خلينا نشوف، احنا my object راح يستدعي راح يعطي قيمة x 100 وراح يعمل. لو بدي انا هون display بلاش welcome display x يطبع قيمة x، خليها private هاي display x اسميه. display x method تطبع قيمة x. فلو اجيت هون انا حكيت my object dot display x اطبع قيمة x، كم راح يطبعها؟ مين بيحكي لنا كم راح يطبع قيمة x هون؟ راح يطبع قيمة x 100. طب ليش راح يطبعها 100؟ إذا راح يطبع object was created object was created object was created، هون بيطبع لك 100. طب ليش بيطبع 100؟ لأنه راح يستدعي x راح يطبع قيمة x. كم قيمة x؟ هي أصلا صفر، ولكن لما أنشأنا الـ object أصبحت القيمة 100، أصبحت القيمة 100. خليني أوضح لكم إياها، اعمل نيو سلايد هون اوكي، خلينا سريعا انسيرت اي تيبل مبدئيا خليها عندنا هيك الطريقة هاي. الان في عندي انا ماي اوبجكت، ماي اوبجكت طبعا نفس الشيء اذا بتحب نعمل لك ماي اوبجكت، ماي اوبجكت هاي سميناها 2 3 وهذا 2. فإذا عندي my object كم واحد؟ 3. my object my object 2 my object 3. هلا my object لما تستدعيه عنده طبعا كلهم عندهم x من نوع private x x أكيد x. طب كم قيمة x؟ لحد الآن قيمتها بالبداية أكيد راح تكون ايش؟ 0. أكيد أي متغير من نوع integer لأن الديفولت فاليو راح تكون له ايش؟ 0. ممتاز. طيب لما يجي هون راح يستدعي الكونستراكتور لمين طبعا؟ لكل واحد منهم، راح يعطيها 100 100 100 100، فمباشر القيم تحول الى ايش؟ تصبح القيمه 100. طب ليش 100 تحولت من صفر ل 100؟ لانه لما انشانا الاوبجكت مباشره عمل كرييتنج للكونستراكتور
لما سوري كول الكونستراكتور، لما اعمل كول الكونستراكتور اول جمله فيه بحول اعطي قيمه اكس مين. فاذا عند استدعاء الكونستراكتور راح يصبحوا قيم كلهم ايش؟ 100. طب لو نعمل ديسبلاي لاكس بقول له ماي اوبجكت دوت ديسبلاي اكس، يا ماي اوبجكت هاي ماي اوبجكت دوت ديسبلاي اكس، قد ايه بتطبع قيمه اكس؟ راح اطبعها. خلينا نشوف الرن. اوكي شايفين هي اعطى قيمه اكس 100، اعطى قيمه اكس 100 وراح نتابع لكم ان شاء الله عليه. طبعا الكونستراكتور راح يظل معانا لاخر الفصل، يعني راح نضل نشرح عنه ونحكي عنه كل مره نزيد تفاصيل. الخص المحاضره مره ثانيه بسيطه جدا، موضوع كثير حلو كثير بسيط. في عندي شيء اسمه كونستراكتور، الكونستراكتور هو يحمل نفس اسم الكلاس، لا يجوز ان تضع قبله void او integer او اي شيء. يعني لو قارناه مع الميثود، نفس الميثود والبرانثيسيز يتم استدعائه بشكل تلقائي عند انشاء الاوبجكت. مين بيستدعيه؟ بيستدعي الكومبايلر، تقدر توضع فيه كود، هذا الكود اللي هو من الانشاليزيشن، اعطاء قيمه. مثلا حبيت انا اعطيه اكس 100 لكل اوبجكت، حبيت تطبع قيمه اوبجكت واز كرييتد، فبالتالي هاي الاشياء اللي ايش اللي بتصير عندنا. طيب ممكن في طالب يجي يقول لك طب ليش ما طبعش مش ماي اوبجكت اكس 100، ليش ما طبع مباشره 100 بعدين اوبجكت واز كرييتد 100 بعدين اوبجكت واز كرييتد، ليش بتطبع بس اوبجكت واز كرييتد؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ليش بطبع اوبجكت واز كرييتد ما طبعش ال 100؟ ال 100 هي اعطاء قيمه مش طباعه. لو انها طباعه لازم كتبت انا اكتب هون ايش كونسول دوت رايت لاين اكس، بينما هون ما راح يطبع شيء لانه هي فقط الطباعه بتكون لاوبجكت واز كرييتد. طيب ممتاز، ليش طب طبع قيمة x تساوي 100 لأوبجكت 1 مثلا؟ ليش طبع هون؟ طبعها لأنك أنت استدعيتها، أنت استدعيت display x اللي هي بتطبع قيمة x الخاصة بـ my object. طب لو حكينا الطريقة هاي بنكون لخصنا لكم المحاضرة، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا ويعطيكم العافية. خلينا ننهي المحاضرة هون. السلام عليكم.